يوسف، كيف هو الوضع عندك في الساحل؟ ويعني اتكلمنا عن مشكلتين حتى الآن هما الأبرز، لو بعدنا عن موضوع المال السياسي صحيح والقنبلة اللي فجرها لينا دلوقتي طبعا أستاذ حشمت. القنبلة بعيدا عن ده، احنا كان عندنا مشكلة البطالة العشوائيات والبطالة. حضرتك في الساحل قلت لي انتوا برضو يعني نفس المشكلة. نفس المشكلة. ايه الملفات الأخرى اللي المفروض على الأرض هتركز فيها في الفترة الجاية لو تم ترشيح؟ لا انا احب اكمل على كلام مهندس احمد. حتة البطالة موجودة واحنا لازم نواجهها فعلا، بس نواجهها بتخطيط. ليه؟ لان احنا عندنا جيل من الشباب اتظلم، اللي هو من 20 سنة ل 40 سنة. الجيل ده اتظلم، ما تخططلوش صح، ولذلك لما اتخرج من الجامعة او اتخرج من الدبلوم او اتخرج من مدرسته ملقاش شغل. لكن لو كان اتخطط له صح كان المفروض ان يطلع من المدرسة ومن الجامعة يلاقي الشغل. عدم التخطيط ده في ايه؟ ان هو عدم دراسة سوق العمل. سوق العمل عايز ايه، ومنظومة التعليم نخرج قد ايه ليه سوق العمل. يعني ما انا عارف سوق العمل عايز مثلا 300,000 طبيب، 500,000 مهندس. المفروض منظومة التعليم تبقى دارسه الكلام ده علشان تخرج الاعداد طبقا لسوق العمل. سوق العمل بالشرط في مصر، ممكن في مصر وفي الدول العربية وممكن افريقيا. فدلوقتي احنا خلاص المشكلة حصلت وعندنا بطالة وكمية شباب كتير قاعدة من غير شغل. الحل ايه؟ برضو ما يبقاش حل عشوائي، لازم يبقى حل بتخطيط. الموضوع يدرس كويس ويتخطط له صح، ونوجه الشباب ده. ممكن جزء منه نوجهه لقطاع خاص، وجزء منه يتعمل له تجديد في احلال الموظفين في الحكومة، مثلا الاقل لاكتر من 50 سنة او 55 سنة، اشوف اطلع السن كام معاش مبكر واجدد الدم في الحكومة، اجيب شباب حديث كده واعينه مكان الناس الكبيرة دي واطلعهم معاش مبكر. ممكن اعين 3-4 مليون اطلعهم دول معاش مبكر، واعين منهم جزء من الشباب الجديد اللي بيستخدم التكنولوجيا، حتى عشان نجدد الدم في الحكومة. في القطاع الخاص ممكن برضو نشجع الشباب على القطاع الخاص في صندوق تنمية المجتمع. صندوق تنمية المجتمع النهاردة بيدي قرض للشباب من 50,000 لغاية 2 مليون جنيه. كل اللي مطلوب منه كشاب انه يبقى عنده المكان اللي هيعمل فيه المشروع، بس سواء شقة مكتب او محل. بيروح صندوق تنمية المجتمع، في هناك عندهم مشاريع معينة وليها دراسة جدوى، بيختار المشروع اللي يناسبه يناسب شخصيته. ايه انا اقدر اشتغل ايه، او ايه يناسبني كمشروع. بختار المشروع، بيعمل بعد كده بطاقة طلبية وسجل تجاري، بيروح للصندوق بيدوله جواب للبنك. البنوك الحكومية اوريدي الفلوس دي موجودة فيها منح من الدول العربية ومن الدول الأوروبية، وفايدة قليلة، فايدة 7% وقسط 5 سنين، وبيديله فترة سماح 6 أشهر لغاية لما المشروع يقف على رجله. فدي حتة حلوة، بس لازم احنا اولادنا يجروا ويشوفوا الحاجات دي ايه، ما نبقاش كلنا معتمدين على ان احنا ايه يجينا الوظيفة لغاية عندنا. لا، لازم انا اسعى كمان. انا حابب اعمل مشروع صغير، اعمل اخش بالشرط اشتغل لوحدي، ممكن اجيب 2 معايا 3 معايا 4 معايا، ممكن المشروع يبقى جماعي 3-4 مع بعض، بالشرط يبقى فرد لوحده. فدي حتة ممكن تاخد لها برضو كمية من الشباب العاطل. الحاجة التانية موضوع ان احنا نشجع المستثمرين. السياحة كان شغال فيها 5 مليون، النهاردة 5 مليون دول قاعدين عاطلين. ليه عاطلين؟ لان ما فيش سياحة. نشوف ايه السبب ان السياحة مش شغالة. الاول معتمدين على سوق السياحة في اوروبا، ما نعمل دعاية في دول تانية غير اوروبا، امريكا اللاتينية، ما نعمل في افريقيا، ما نعمل في جنوب شرق اسيا دعاية للسياحة المصرية. النهاردة الصين فيها 1,300,000,000,000. لو 1% من السياح الصينيين دول جه مصر، هيبقى عندنا في رواج سياحي. النهاردة الصين الشعب الصيني بدأ يطلع سياحة، البحث عن أسواق بديلة. أسواق بديلة. النهاردة الشعب الصيني بدأ يطلع سياحة برة. ليه ما نستغلش الأسواق الجديدة دي؟ لما نعمل الكلام ده يبقى احنا نشطنا سوق السياحة. أرجع 5 مليون اللي هم كانوا شغالين في السياحة ودلوقتي قاعدين في البيت، أرجعهم يرجعوا يشتغلوا في السياحة. أشجع برضو الاستثمار، أشوف المصانع اللي كانت واقفة دول، أجيب المصانع دي، أنتوا وقفتوا ليه؟ إيه السبب؟ أزين لهم المشاكل اللي هم وقفوا عشانها علشان نشغل المصانع دي تاني. لما نشغل المصانع دي تاني بكسب حاجتين،
حاجة رقم واحد ان انا شغلت الشباب بتاعي، حاجة رقم اتنين ان انا منعت الاستيراد شوية، بدل ما كنت بستورد الحاجات اللي بتتصنع لا ممكن اصنعها في البلد. الموضوع لازم يدرس صح، بالتأكيد لازم يدرس صح.